فيه تغيير كذلك، تغيير من الملعب المالي، راح يدخل سيكو طامبورا رقم 9 مكان ابو بكر بويتي رقم 6 يظهر امامنا. زين دريس الى مالكي، مالكي كسكس، كسكس يدخل بالكرة، فيه خطأ من عبد الله دومبيا، عبد الله دومبيا كان يحاول التصدي إلى كرة كسكس لكن ارتكب هذا الخطأ، وكرة على الجانب لفريق مولودية الجزائر، وزين دريس إلى مالكي حسن في حراسة مشدد على مالكي وعلى أبرز اللاعبين في صفوف المولودية سواء مالكي أو المهناوي سمير. كسكس، كسكس إلى زين، زين مالكي من جديد، شوف صعوبة الدخول في منطقة الدفاع، دفاع الملعب المالي، شوف الثواني تمر فيه بعض الخشونة من بعض اللاعبين كذلك، شفنا حركة غير رياضية من أبو جاكيتي 74-44 قبل نهاية الشوط الثاني والمقابلة بتسع دقائق وتسع ثواني. زين الى كسكس، زين من جديد، مالكي، مالكي شوف الحراسة المشددة على كل لاعب من المولودية في هذه الأثناء، وعبد الله دومجا الى بوبكر ثم عبد الله من جديد يلعب دور الموزع والجناح كذلك، في خطأ من اكتوف، نقول للحكم التونسي لزين ادريس، اول خطأ لزين ادريس. فريق المولودية مرتكب لثمانية أخطاء فنية لحد الآن مقابل ستة للملعب المالي، عكس ما شاهدناه في الشوط الأول بين كانت أخطاء الملعب المالي أكثر من مولودية الجزائر. هكذا من 30 نقطة تصبح الآن 29 نقطة دائما لصالح المولودية الفارق، وتصبح الآن ثمانية وعشرين بعد هذه المحاولة. كسكس إلى مالكي، فيه خطأ، فيه خطأ من بوبكر با على المهناوي سمير، الخطأ الثاني لبوبكر با، وتغيير كذلك، دخول من جديد لأكتوف فيصل وخروج اكتوف كمال، خير احسن ما فعل المدرب المولوديه، حيث ان اكتوف كمال ماهوش في لياقته البدنيه المعتاد بها، والمهناوي سمير بكل سهوله على الجناح الايمن، شوف سهوله تامه اللي سجل بها المهناوي سمير سواء على الجناح الايمن او الجناح الايسر، مع المحاولات بثلاث نقاط من عبد الله دومجا، المحاوله الثالثه لهذا اللاعب في هذا اللقاء. كسكس إلى مالكي، مالكي من جديد إلى كسكس، زين دريس إلى المهناوي سمير، وجميلة منه، توصل الكرة، فيه تفاهم كبير للاعبي المولودية في هذا الأثناء، واستغلال الكرات من المهناوي سمير. من 79-49 قبل نهاية الشوط الثاني والمقابلة بثمان دقائق وخمس ثواني، في تغيير الآن في صفوف المولودية، راح يعود سليماني مراد ويعوض زين دريس.
مامادو ديارا. هناك موزعين في فريق الملعب سواء سيدو بامبا او مامادو ديارا، واحيانا عبد الله الدمجه. عبد الله الدمجه اللي قوم كذلك بدور قلت الموزع والجناح في نفس الوقت. كرة تبقى لصالح فريق المولودية ونتيجة 78-49. سليماني وأمامه مامادو. كسكس تبقى عند الكرة، حذري من 5 ثواني، بقت 10 ثواني لفريق المولودية للهجوم، حيث أن في قواعد كرة السلة على الفريق له الحق في الهجوم لمدة 30 ثانية فقط. سيدو كموزع الآن إلى حميدو تراوري. حميدو هو تحت السلة، تعود إلى سيدو من جديد. المحاولة ب3 نقاط الناجحة من عبد الله دومبيا. حذاري من هذا اللاعب اللي سجل المحاولات ب3 نقاط، عنده 4 محاولات ب3 نقاط، مثل مالكي حسن اللي يدخل بهذه الكرة لكن يخفق في المحاولة تاعه هذه، والنتيجة 78-52. مامادو في خطأ من سليماني مراد، وعلى المدرب أن يطلب وقت مستقطع في هذه الأثناء بعد الأخطاء الفنية لفريق المولودية. وحقيقة فريق المولودية يطلب وقت مستقطع في هذه الأثناء مع تغيير كسكاس وإقحام فايد بلال، أي نفس التشكيلة اللي دخل بها فريق المولودية في بداية المقابلة وفي بداية الشوط الثاني كذلك. نتيجة مرسومة أمامنا 78-52. جانب فريق المولودية مع اللاعبين المهناوي مالكي يكتوف فيصل سليماني وفايد بلال، وكذلك اللاعبين البدلاء. الملعب المالي حقيقة فريق لا بأس به، قلت يضم عدة عناصر دولية، عنده 4 عناصر دولية شاركت مع المنتخب المالي في آخر بطولة إفريقية بتونس، وكذلك له عناصر دولية أخرى أمام أمثال سيكو طنبورة اللي عنده 12 مرة منتخب ضمن المنتخب المالي، لكن ما سافرش مع الفريق المالي إلى البطولة الإفريقية بتونس. كذلك هناك عدة لاعبين من فريق الأوسط مثال أبو بكر بويتي، كان لاعب دولي ضمن المنتخب المالي. ذني ممكن اعتبار أن 98% من لاعبي المنتخب المالي هم لاعبين دوليين. فايد بلال إلى مالكي. مالكي المهناوي سمير، شوف الصراع الكبير بين أكتوف فيصل وأبو دياكيتي، وكرة لصالح الملعب المالي وأبو دياكيتي، ثم سيدو بومبا. سيدو اللاعب بوبكار وفيه خطأ من المهناوي سمير. هذه من الأخطاء المتعمدة والمتعددة كذلك، الخطأ الثاني للمهناوي سمير، وهكذا نشوف القرار عملية 1+1 أو رميتين حرتين، كل رميتين حرتين اللاعب المالي بوبكار با. خمسة وخمسين 58 في النتيجة. سليماني إلى فايد وأكتوف فيصل. الصعوبة لتمرير الكرة، شوف الطريقة الدفاعية، حذري من مقابلة العودة مع هذا الفريق، فريق الملعب المالي. تحت السلة بوبكار با قوم دور كبير في اقتناص الكرات العالية، وكذلك القيام بدور إيجابي في الهجوم، في هجوم الملعب المالي، لكن فيه مشي بالكرة لهذا اللاعب بوبكار با. ووقت مستقطع بعد فترة
الفراغ اللي مر بها الملعب المالي والنتيجة 78-55. قلت الملعب المالي اللي أحدث غدة تغييرات. أحسن نتيجة ليه في هذه المنافسة الإفريقية كانت سنة 72 في بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى، وين احتل الملعب المالي المرتبة الثانية في المجموعة أي في الدور النهائي في المرحلة النهائية. هذا الفريق اللي نال مرتبة رابعة كذلك في 75 ومرتبة ثالثة بباماكو سنة 81. سليماني مراد، سليماني إلى فايد بلال المهناوي سمير، والصراع تحت السلة بين اللاعبين الجزائريين والماليين وتهديئ اللاعب من مامادو. مامادو أمامه سليماني مراد ثم بوبكار السيد. السيد من جديد حاول يخترق دفاع المولودية، ولكن الكرة لم تستغل في بداية الأمر من سيكو طنبورة، لكن مرة ثانية محاولة ثانية سجل من خلالها الملعب المالي النقطة 57، وتصبح النتيجة 78-57 دائما لصالح فريق المولودية قبل نهاية هذه المقابلة بخمس دقائق. حقيقة على فريق المولودية أن يبقي هذه السيطرة والتفوق، ذكر أن التفوق كان ب 30 نقطة، و 30 نقطة أو 25 نقطة لا تعني شيء كثير في القارة الإفريقية، باعتبار أن الفريق الملعب المالي باعتبار يلعب على أرضية ميدانه في ظروف كذلك أخرى بإمكانه التفوق بفارق كذلك كبير. إذن يجب وضع كل هذا في عين الاعتبار في هذه المقابلة قلت، واستغلال كل الفرص السانحة. والآن تصبح الكرة لصالح فريق المولودية المتفوق بنتيجة 80-57 أمام هتافات وتشجيعات الجمهور الحاضر هنا بقاعة حرشة في هذا اللقاء المباشر المنقل من قاعة حرشة. إذن تتعدد الأخطاء والمحاولات الحرة وكذلك التغييرات المتعددة في صفوف الملعب المالي مع دخول أبو دياكيتي مكان حميدو الطراوري. شوف الفريق، فريق الملعب المالي ما أقحمش اللاعب حبيب مايغا اللي عنده طوله 2.8 متر. حبيب مايغا اللي عنده 4 أخطاء فنية، عنصر دولي، لكن ربما المدرب تركه لنهاية هذه المباراة أو لمباراة العودة التي ستجري يوم 10 ديسمبر المقبل بباماكو. شوف تحت السلة اللاعب بوبكر بويتي ثم مامادو. فيه خطأ من المهناوي سمير، خطأ ثالث يقول للحكم، أحيانا فيه أخطاء فعلا وأحيانا فيه إعلان مبالغة في الأخطاء، لكن هذا هو التحكيم. تحكيم ما زال ضعيف نوعا ما في أفريقيا. ذكر أن كان من المنتظر أن يدير هذه المقابلة بالإضافة للحكم عودي النور الدين، حكم كذلك من السنغال، لكن غياب السنغالي تم تعيين الحكم الدولي الجزائري الجديد سليماني. سليماني وأمامه مامادو إلى أكتوف فيصل، فيه خطأ، فيه خطأ من سيكو طنبورة في الوقت اللي نشاهد. المهناوي سمير ساقط على الجهة اليسرى من أرضية الميدان، ميدان قاعة حرشة. المهناوي سمير راح تقدم له الإسعافات الأولية.
شوف حتى الملعب المالي بالإضافة إلى محمد الصاموكي وزملاء فني المدربين، هناك بعض العناصر اللي تعطي النصائح المسعفين في شكل مسعف. نعرف أن الإنسان المسعف هو لاعب قديم في الملعب المالي وكذلك عنصر في الاتحادية المالية لكرة السلة. شوف أحيانا التحايل في مقابلات هذه شوف يعطي حتى نصائح، وكنا حضرنا أمس إلى تدريب الملعب المالي وكان هذا المسعف بالذات يدرب الملعب المالي، ومحمد الصومكي وزملاء كانوا متفرجين هنا بقاعة حرشة. أكتف فيصل وضيع منه ثم مامادو ديارا تحت سلة اللاعب رقم 11، فيه خطأ، فيه خطأ فعلا. 81-57 قبل نهاية الشوط الثاني والمقابلة بأربع دقائق وثلاث ثواني، فيه رميتين حرتين للاعب بوبكار با. بوبكار با فقط محاولة واحدة، تبقى النتيجة دائما 81-57. وأبو جاكيتي أمام المهلوي سمير وسليماني مراد إلى مالكي، مالكي إلى سليماني ثم فايد بلال وينجح في هذه المحاولة في البلد. 83-57 أخيرا من جديد فريق المولودية، وفيه ثلاث ثواني يعلنها الحكم جديدي ولصالح فريق مولودية الجزائر. فايد بلال إلى أكتوف فيصل، فايد مالكي حسن من جديد، مالكي ودائما حرص عليه من اللاعب أبو جاكيتي رقم 8. فيه خطأ فني لمالكي، يعني الحكم التونسي عوادي نور الدين، خطأ فني بعد النقاش الحاد اللي كان بين مالكي واللاعب أبو جاكيتي. ربما الحكم التونسي كان قريب من اللقطة وسمع ما دار بين اللاعبين مالكي وأبو جاكيتي، والنتيجة 83-57. محاولة أولى ناجحة من عبد الله دومبيا ثم الثانية كذلك عبد الله دومبيا، عنصر قوي حذري منه في مقابلة العودة. سليماني مراد حذري من الإكثار من المراوغات والمحاورة بالكرة والحراسة عليه من مامادو ديالا. سليماني إلى مالكي، فايد بلال ينجح بلال بكل سهولة. شوف كل لاعب من المنتخب من فريق مولودية الجزائر له طريقته الخاصة. فايد بلال شوف الدخول على الجهة اليمنى وكذلك المحاولات بثلاث نقاط تنجح فيها، وكذلك ملكي. وفي هذا الوقت لتهدئة الأعصاب يطلب المدرب فريق المولودية وقت مستقطع في الوقت اللي شاهد فيه احتجاج المدربين مدربي الملعب المالي، وهذا بطبيعة الحال لإحداث النرفزة في الجانبين سواء عند الحكام أو عند فريق مولودية الجزائر. لاحظ أن التنقلات هذه الفرق خارج ملعبها تقوم بشتى الوسائل للضغط على المنافس بأي طريقة، وكذلك استعمال الجانب البسيكولوجي
وهكذا نأمل أن تهدأ الأعصاب من الجانبين. شوف ربما الملكي واللاعب أبو جاكيتي راح يخرجوا في هذه المقابلة. شوف الحراسة والطريقة طريقة الحراسة غير مجدية، حيث خرجوا على مجال كرة السلة. حكم جديد يعطي خطأ تقني للمدربين بعد الاحتجاجات المتتالية، وهذا من حقه. ورقم 6 عنده 5 أخطاء فنية، أبو بكر بويتي. إذن خروج أبو بكر بويتي بخمس أخطاء فنية. بعض الإشارات قام بها المدرب الملعب الماري غير رياضية. قام بحركة غير رياضية تجاه طاولة التحكيم. هذا كمدرب وكمربي كذلك ما واجبش عليه باش يقوم بحركة تجاه طاولة التحكيم أمام مرأة الجمهور الحاضر هنا بقاعة حرشة، وكذلك الرسميين بالمنصة الشرفية. ويعتذر هذا المدرب للطاولة في هذه الأثناء. حسن ما فعل المدرب محمد السموكي. اعتذر للجميع، وهكذا راح يستأنف اللاعب المحاولة بالرمية الرميتين حرة للمهناوي سمير، ثم كرة لصالح فريق المولودية. شوف المهناوي سمير سجل هذه المحاولة 86-59. وال 87-59 زائد هجوم لصالح فريق مولودية الجزائر. ملكي إلى سليماني مراد وحراس عليه من مامادو. سليماني والكرة تلمس اللاعب مامادو قبل نهاية الشوط الثاني والمقابلة بدقيقتين و 23 ثانية. ملكي إلى سليماني. سليماني سليماني مراد وتوزيع كرة جميلة للمهناوي سمير. كل روعة. 89-59 ويبقى هكذا فارق 30 نقطة اللي كان لصالح فريق المولودية، والتفوق قلت واضح لفارق لصالح مولودية الجزائر في هذه المقابلة، مقابلة الذهاب من الدور الأخير، يعتبر دور نصف نهائي قبل الخوض للمرحلة النهائية ومقابلة العودة بباماكو. كانت سلة سجلت لكن تلغى من الحكم عودي نور الدين. ألغاها الحكم عوادي نور الدين ويقول فيه رمية حرة. عملية 1+1 حقيقة غريبة، غريبة من حكم دولي. شوف يستأنف اللعب هكذا. 1+1 في الوقت اللي كان اللاعب تحت السلة، أي إعطائه رميتين حرتين على الأقل.
سليمان المراد بالمراوغه ثم الكره الى المهلوي سمير وخطا. 89 59 في النتيجه وعمليه واحد زائد واحد، اي رميه حره لسليمان المراد الان. هكذا ينطلق فريق مولوديه الجزائر من جديد تحت هتافات الجمهور الحاضر هنا بقاعه حرشوا. اللاعب المهلوي سمير وفارق الان 32 نقطه لصالح فريق مولوديه الجزائر. خطا من سليمان مراد وعمليه واحد زائد واحد للملعب المالي في هذه الاثناء. سليمان مراد يرتكب خمس اخطاء فنيه في هذه الاثناء قبل نهايه الشوط الثاني للمقابله بدقيقه و18 ثانيه ودخول زين دريس في مكان سليمان مراد. قلت لي قام بخمس اخطاء فنيه، اذا تحت السله وكره لصالح الملعب المالي. حميدو الى ابو جاكيتو، تبقى دائما الكره لصالح الملعب المالي وعبد الله. عبد الله قلت يلعب كموزع وجناح في نفس الوقت. عبد الله اللي كان سجل اربع محاولات بثلاث نقاط، ابو جاكيتو ثم بوبكار وتبقى 10 ثواني للهجوم. خمس ثواني محاولة بثلاث نقاط ناجحة، المحاولة الخامسة من عبد الله. حذاري من هذا اللاعب في المحاولات بثلاث نقاط. المهناوي سمير ضيع منه الكرة ولصالح السيد بامبا في 30 ثانية من اللقاء. حذاري من الأخطاء الفنية للمولودية. شوف الحصار المشدد وبعض الهفوات الدفاعية لفريق المولودية وتستأنف وتسترجع الكرة بعد ثلاث ثواني كان ارتقبها فريق الملعب المالي. ملكي وحراسة عليه من اللاعب رقم 8 زين دريس. إلى المهناوي سمير، إلى فايد بلال وسجل هذه النقطة 93 62 93 62 وهي النتيجة النهائية للمقابلة، مقابلة الذهاب من الدور النصف النهائي قبل مقابلة العودة يوم 10 ديسمبر بمونكو. إذن هكذا يفوز فريق مولودية الجزائر على الملعب المالي ب 93 مقابل 62، وهذا في انتظار مقابلة قلت العودة راح تجري يوم 10 ديسمبر. إذن أيها السادة والسيدات أصدقائنا الرياضيين في كل مكان، شكرا على حسن انتباهكم وشكرا للمخرج مخرج هذه الحصة السيد طالب. إلى اللقاء.